مقتل شخص وإصابة آخرين جراء انفجارين في صالة المغادرة بمطار بروكسل. وزير الداخلية يدعو لتكثيف الجهود لتحقيق التوازن بين الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق المواطن وكرامته خلال جولة لتفقد الأكمنة والتمركزات بمحاور منطقة وسط القاهرة. بدء فعاليات مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء بمدينة شرم الشيخ بمشاركة 27 دولة. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة صباحا بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية على شاشة النيل. مرحبا بكم، أهلا بكم إلى تفاصيل الأنباء. قتل شخص وأصيب آخرون صباح اليوم جراء انفجارين في مطار بروكسل. وقع الانفجار في صالة المغادرة بمطار بروكسل وقرب مكتب خطوط طيران أمريكان إيرلاينز، وقد تم إخلاء المطار حيث فردت الشرطة البلجيكية طوقا أمنيا حوله، وطلبت جميع المتواجدين في صالة المغادرة بالمطار للخروج منها على الفور، كما تم تعليق رحلات القطار إلى المطار. أكد لواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية على ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق التوازن بين الأمن والاستقرار والحفاظ على حقوق المواطن وكرامته. وجه وزير الداخلية خلال جولته المفاجئة التي قام بها صباح اليوم لتفقد الأكمنة والتمركزات بمحاور منطقة وسط البلد، وجه بضرورة حسن معاملة المواطنين بما يدعم الثقة بين المواطن وأجهزة الأمن ويعكس المفهوم الحقيقي للعمل الأمني، مؤكدا أن الخروج عن معايير التعامل مع المواطنين ينعكس بالسلب على صورة الجهاز بالكامل. التقى اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية خلال جولته المفاجئة قوات الأكمنة، كما حرص على مراجعة نظم التشغيل ومعايير وضوابط الأمن الشخصي للقوات. بدأت فعاليات مؤتمر وزراء دفاع دول الساحل والصحراء في مدينة شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 27 دولة عربية وإفريقية ووفود عديد من الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية. أكدت القوات المسلحة في بيان لها أهمية الاجتماع الذي يعقد في الفترة من 22 إلى 25 من مارس الجاري برئاسة مصر، لكونه يعقد في لحظة فارقة من تاريخ التجمع الذي يعد من خلاله صياغة هيكلة وآليات تعزيز القدرات الاقتصادية والعسكرية والأمنية للدول الأعضاء به. ولمزيد من المتابعة انضم إلينا من مدينة شرم الشيخ مراسل النيل هشام حامد. هشام، بعد التحية، يعني كيف تتابع بدء فعاليات القمة وجدول أعمال اليوم الأول؟ نعم محمد، تحياتي إليك. يعني القمة بدأت في موعدها في تمام الساعة 9 صباحا، وبدأت كما هو مقرر بكلمة للأمين العام للتجمع إبراهيم ثاني من دولة النيجر، ثم كلمة لممثل الجانب المصري اللواء محمد الكشكي مساعد وزير الدفاع، وكل الكلمات انصبت على ضرورة التكاتف لمواجهة الإرهاب وضرورة بحث التهديدات العسكرية والأمنية لدول التجمع وسبل تعزيز التعاون العسكري والأمني في ظل التطور الحاصل في قدرات الجماعات الإرهابية. ويعني كان محور كلمات الأمين العام وممثل وزارة الدفاع بحث أو التأكيد على ضرورة التعاون بين دول التجمع في ظل المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق دول التجمع، خاصة وأن أغلب دول التجمع إن لم يكن كلها تعاني من موجات إرهابية يعني ربما لم تواجهها في تاريخها. الآن يعني بعد قليل سيبدأ اجتماع مغلق
الاجتماع التحضيري المغلق للخبراء والذي يستمر على مدار يومين قبل انعقاد الاجتماع الخامس على المستوى وزراء الدفاع. جلسة اليوم مخصصة لبحث جدول الأعمال وآليات العمل ووضع وحال السلم والأمن في دول التجمع وبحث المقترحات والآليات المقترحة لمواجهة هذا الإرهاب. وأيضا هناك مناقشة ستكون مستفيضة للاقتراح المصري بإنشاء مركز إقليمي لمواجهة الإرهاب بين دول التجمع. أيضا سيتم بحث تأسيس وتشكيل آلية لفض ومنع وتسوية وإدارة النزاعات. وأيضا سيتم بحث تشكيل مجلس للسلم والأمن بين دول التجمع. نعم، هشام حامد مراسل النيل من مدينة شرم الشيخ كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيلا. ضبطت قوات الجيش الثالث الميدانية سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من المتفجرات في كمين بمنطقة أم قطف بالقصيمة بوسط سيناء. وأشار المتحدث العسكري العميد محمد سمير إلى أنه تم الاشتباه في السيارة التي كانت تحمل مواد بناء، وبتفتيشها عثر على كمية كبيرة من المواد شديدة الانفجار، كما تم ضبط مستقليها وعددهم 2. في إطار جهود القوات المسلحة المتواصلة لاقتلاع جذور التطرف والإرهاب ومنع عمليات التهريب إلى داخل البلاد، تمكن رجال الجيش الثالث الميداني بمنطقة أم قطيف بالقصيمة من ضبط إحدى سيارات النقل المحملة بمواد البناء، وبتفتيشها عثر بداخلها على عدد 100 أسطوانة حديدية تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة و119 برميل بلاستيك يحتوي على حمض الكبريتيك و22 برميل يحتوي على مادة شديدة الانفجار و22 جيركن تينر و22 شكارة بها مادة سي 4 شديدة الانفجار وضبط فردين من مستقلي السيارة. هذا وقد تم إحالة الواقعة وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها. عودة مرة أخرى لمتابعة تفجيري مطار بروكسل اللذين وقعا منذ قليل، وتنضم إلينا عبر الهاتف السيدة فابيولا بدوي صحفية من فرنسا. برحب بحضرتك. أهلا بك. كيف تابعت أنباء هذا الحادث في مطار بروكسل، هذا المكان الحساس وذو الطبيعة الخاصة؟ يعني هو حقيقة الأمر أنه منذ انفجارات باريس في شهر نوفمبر وهناك تهديدات ويتم الإعلان بصفة مستمرة من السلطات البلجيكية والسلطات الفرنسية أن هناك أن يجب التحسب لعمليات إرهابية ضخمة وجديدة. حتى الآن نحن نسمع من وسائل الإعلام، ولكن المدعي العام البلجيكي لم يقل كلمته. ما تبدو وسائل الإعلام أن هناك انفجارين أو ثلاثة، وهي انفجارات متفرقة أسفرت عن مقتل 12 حتى هذه اللحظة وإصابة 30. تم إخلاء المطار بالكامل، ولكن السلطات البلجيكية أعلنت عن شخص واحد فقط هو يعني من قتل. وجرت العادة أن السلطات تتوخي الحذر ولا تعلن عن الأرقام إلا بعد الحصر الكامل، ولكن وسائل الإعلام بدأت بعشرة قتلى ثم 11 ثم ارتفع العدد ل 12 30 قتيل. لا نعلم أيضا هل هذا مرتبط بالقبض على صلاح عبد السلام يعني المتهم الأساسي الهارب ومطالبة فرنسا بتسليمه ومداهمة يعني وإصابته والقبض عليه. وهذه ربما رسالة إذا ربطنا بين التوقيت، أم أن هذه التوقيت يسبقها يعني القبض على صلاح عبد السلام. نعم، سبق هذه نعم الأحداث بأيام قليلة، ربما يومين فقط. نعم، ثم جاءت هذه العملية، ولكن يبدو أيضا بحسب وسائل الإعلام البلجيكية والفرنسية أن هذه العملية لا تتم في خلال 48 ساعة، يعني الترتيب لها واختراق مطار لا يتم في 48 ساعة، ولكن أيضا
هناك بعض المحللين قالوا أن ربما أن هذه العمليات مدبرة مدبر لها وتحسبا حين القبض على القيادات أو ما شابه أن تتم، يعني أنها كانت موقوفة لترتبط بموعد محدد. ربما هذه رسالة أن نعم. مسألة كيف تتعامل فرنسا مع الحادث؟ ربما هناك أيضا كان نوع من ضبط الحدود فيما بين البلدين أو هروب عدد من العناصر المتطرفة فيما نعم. بينهما. إذن كيف تستقبل فرنسا هذا الحادث الذي حصل في الدولة الجارة لها؟ يعني هي ليست فقط الدولة الجارة، هي أولا يعني منذ حادث باريس وهناك بالفعل حالات تفتيش على الحدود. نعم. الجميع يعني يتم تفتيشه، هذا لم يكن يعني موجودا بسبب منطقة الشنغن، يعني الآن فقط يتم العبور بدون وزن حقائب وما شابه، ولكن التفتيش على جوازات السفر والإقامات وكافة الأوراق الثبوتية تتم بالفعل. نعم. ولكن ما بين فرنسا وبلجيكا هو تعاون كامل في هذه العملية. فرنسا أيضا رفعت على الفور درجة الاستعدادات لأنها تطالب بصلاح عبد السلام، فربما تنتقل نفس العملية مع انتقاله إلى فرنسا. فرنسا منذ لحظة الانفجار رفعت درجة الطوارئ إلى الدرجة القصوى لأنها تطالب بنفس الشخص الذي يرتبط اسمه الآن بهذه العملية، وربما بتفجيرات نوفمبر التي نعم. وقعت في فرنسا نعم. تحديدا. نعم. إذن هي رفع لحالات الاستعداد القصوى في نعم. فرنسا هي الأخرى. التحقيقات الأولية لم تظهر بعد حول أسباب الحادث، إذن الحصر النهائي أيضا لم يتضح. كما ذكرتي هناك 12 قتيلا في هذه التفجيرات التي وقعت في مطار بروكسل في الصباح، وأيضا 30 حالة إصابة، ولم يعلن حتى الآن المصابون كيف هي حالتهم، هل هي خطيرة أم بسيطة. حتى الآن ربما مرشح لارتفاع عدد القتلى لأننا نعرف نوع الإصابات على وجه نعم. التحديد. نعم، هذه هي الإحصائية الأولية ربما التي تحدث في الساعات الأولى أو اللحظات الأولى من وقوع أي أحداث. على أي حال سنواصل المتابعة معك ومع أيضا الكثير من المحللين حول أحداث بروكسل. السيدة فابيولا بدوي الصحفية من فرنسا، شكرا جزيلا لك. كما ينضم إلينا من بروكسل السيد منذر الشميري وهو صحفي من بروكسل. سيد منذر بعد التحية، يعني هل من تفاصيل أكثر حول الانفجارين اللذين وقعا في مطار بروكسل صباح اليوم؟ نحن على أمتار يعني من المطار وهناك الأخبار متضاربة، ولكن حجم الانفجارين يبدو كبير وكبير جدا. النوافذ بالنور الخارجي يعني في الذي هو أمام يعني ممر الذهاب انفجر بالتمام أمام سيارات الأجرة، سيارات الأجرة تم إخلائهم جميعا. الأخبار تتحدث الآن شبه رسمية عن مقتل ما يزيد عن 11 قتيل وأكثر من 30 جريح، بينما المصادر البوليسية تؤكد أنه هناك قتيلان فقط وأكثر من 50 جريح. المعلومة الثانية أن هناك حقيبتين تفجرتا داخل المطار في بهو الذهاب، ولا يدري أحد لمن هاتين الحقيبتين. هذه هي المعلومات الأولى. هناك يعني عدد ضخم وهائل من البوليس وشرطة مقاومة الإرهاب، يعني بالمئات يعدوا، تم إخلاء كل الناس. حتى نحن الصحفيين لا نستطيع أن نقترب أكثر من الخط الذي وضعوه أمامنا. إذن الإحصاءات لا تزال أولية ونحن في انتظار يعني الأخبار الرسمية من السلطات البلجيكية. هناك تمديدات من الاتحاد الأوروبي، من تقريبا جميع الدول العربية والغربية، منها 90% أن هذا العمل يوصف بعمل إرهابي بعد إيقاف يوم الجمعة أخطر عنصر ربما مفتش عنه في أوروبا، عبد السلام صالح الذي يعد المخطط الرئيس لهجمات باريس 16 نوفمبر. هذه بعض المعلومات. نحن يعني في انتظار أكثر معلومات لتؤكد ما يتم نقله الآن، وأؤكد أن الصحافة ليس لنا الحق في تجاوز الخط الذي وضعوه أمامنا. هناك حواجز كبيرة وكبيرة، وطبعا الوضع ممكن مرشح.